أفادت شبكة CNN الأمريكية أنه من المتوقع أن يعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى واشنطن ويتغيب عن احتفالات رأس السنة وسط تقارير تتحدث عن ارتفاع التوتر مع إيران. هذا بالتزامن مع خطط الجمهوريين لتعطيل التصديق على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في الكونغرس الأسبوع المقبل. ومن المقرر الآن أن يغادر ترامب فلوريدا قبل حفلة رأس السنة الجديدة في خطوة غير معتادة بانتظار عملية التصديق المقبلة على نتائج الانتخابات في الكونغرس، ومن المقرر عقدها في 6 يناير المقبل، فيما أشارت مصادر مطلعة أن الملف الإيراني قد يكون عاملا مساهما في عودته المبكرة إلى واشنطن.